وعدت بتسليم مشروع قانون الانتخاب أواخر أيلول، وبعد جهدي 3 أشهر من العمل ليل نهار تحقق الحلم. بهذه الكلمات أعلن وزير الداخلية مروان شربل ولادة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية لا يشبه أي قانون، لا بالشكل ولا بالمضمون، ومقتبس من العمليات الانتخابية السابقة. ما حطيت بهذا القانون إلا المواد يلي الأشياء يلي تطبق، واشتغلنا ليل نهار لحتى ما يكون أثناء المناقشة ما يضيع وقت بمجلس الوزراء ومجلس النواب، يعني يمكن يأخذ سنة بس بيبقى في سنة لل 2013. المشروع مؤلف من 12 فصلاً و 123 مادة، ويعتمد على النسبية التي وفق وزير الداخلية تحرر الأقليات من تأثير المحادل السياسية والمذهبية والمالية، وتحد من نسبة الأصوات الضائعة والمهدورة، وهذا ما سيشجع اللبنانيين على التصويت. 5000 صوت مسيحي بطرابلس مقابل 120-130 ألف من الطوائف الأخرى، ما كان يروح. بس هلأ وقت اللي بقول له بالنسبية صار صوتك بيفعل، صار يمكن أكيد بيفكر أكثر أنه يروح لأنه صار صوته له قيمة. كما يلحظ المشروع اللوائح المفتوحة المكتملة، وبالتالي فإن الناخب يقترع للائحة كاملة مع إمكانية تحديد اسمين تفضيليين. إذا نحن عملنا أصوات تفضيلية تركناها مفتوحة للمواطن ينتخب ويفضل أي صوت من هاللائحة هذه، واللي بياخذ أصوات تفضيلية أكثر هو عنده الأفضلية أنه ينجح دون هاللائحة هذه. ومن أبرز مواصفات المشروع تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية متوسطة بين 10 و14 دائرة، على أن يكون الخيار الأول 14 دائرة قسمت على الشكل التالي: طرابلس المنيا الضنية 11، زغرتا بشري الكورة البترون 10، عكار 7، إنه كل محافظة استمناها لثلاث دوائر: بعلبك الهرمل، رشايا بقاع الغربي، زحلة، بعبد المتن، جبيل كسروان، الشوف علي، صور بنت جبيل، النبطية مرجعيون حسبية، صيدا جزين الزهراني، بيروت لأنه العاصمة قسمناها بس دائرتين، الأشرفية رمال مدور المرفأ الصيفي البشورة، راس بيروت دار المريسي من الحسن زقاق البلاط المزرعة المسيطبة. كما لاحظ المشروع آليات لضبط الإنفاق والإعلام والإعلان الانتخابيين وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، وآلية تفصيلية لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، واعتماد كوتا 30% في الترشيح من الجنس الآخر، واعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا. وقد تم تنفيذ محاكاة للدائرة الانتخابية المؤلفة من جبيل وكسروان، وطريقة احتساب عدد المقاعد وتوزيع المرشحين الفائزين حسب اللوائح، ليؤكد بعدها الوزير شربل أنه قام بواجباته كاملة، والأمر الآن منوط بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.